واللي قاعده تدز في البلاد اكثر فاكثر نحو الهاويه. وهو اليوم عندك عوده مدرسيه، هنا راجعين بعد الفاصل، خلينا نجول للواقع. جوستما خذينا فكره توا على الرؤيه الشامله للوضع السياسي، ترى انه نظام الحكم الكل يزمو يتغير مهما كانت الوسائل، حتى النزول الى الشارع، اسقاط البرلمان، اسقاط الحكومه. هذايا اليوم التمشي بتاعك حمل همامي، ثورة جديدة. ثور جديد من الثوره التونسيه، ثورة جديدة بالوضوح. موجة ثالثة من الثورات العربية، ذي التصريح منصف المرزوقي، هل ترى أنه محق في ذلك؟ هو بطبيعة الحال البلدان العربية لابد لها من ثورات. تونس تونس ثورة أخرى؟ تونس تستحمل ثورة أخرى تونس؟ وتونس لازمها، مش تحمل، خاطر تونس ما عادش تتحمل الحالة اللي هي فيها تو، ما عادش قادرة تونس تتحمل الأزمة هذية. الأزمة هذه إذا كان مش تواصل، وين مش تهزنا؟ يا دولة فاشلة، يا فوضى، يا انقلاب، يا تدخلات أجنبية. إذن عملية قيصرية، ثورة جديدة، مش تكون أرتح للتوانسة من أنهم يستمروا في الوضع هذا. نرجو بعد شوية نحكيه على